السلام عليكم حمامشاتي ومذيعاتي الغاليات، والصلاة والسلام على رسول الله. أزول فلاونت، اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا طريقة سهلة جدا وبسيطة باش نفصلوا هاد الإسدال أو العباءة بطريقة سهلة جدا وبسيطة كما عودتكم دائما. فخليكم معايا باش تشوفوا معايا نوع القماش اللي غادي نستعملوه وطريقة الفصالة وكذلك الخياطة. الثوب اللي غادي نستعمل في تفصيل وخياطة هاد العباية السهلة جدا والبسيطة ان شاء الله او اسدال الخروج، غادي نستعمل الثوب ديال ليكرا. هو هذا راه كيتجبد، خديت منه متر ونصف. علاش انا خديت منه متر ونصف؟ لان في العرض ديالو متر وسبعين. لو كان مثلا العرض ديالو فقط متر ونصف فانا غادي ناخد مترين، انا خديت متر ونصف. وبالنسبة للدين ديال هاد العباءة انا غنديرهم بثوب اخر، غادي يجي يعني مع هاد الثوب. هذا هو الثوب الاخر. اول حاجه غادي نعملوها، عندي هنايا الثوب انا طاويه على أربعة كما كتشوفوا معايا، طاويه على أربعة ومفصله ومفصله بالطول ديالو ماشي بالعرض، انا مفصله بالطول ديالو لان الميزه الى فصلتو الثوب بالطول انه بعد الخياطه لا سيما في هذا النوع ديال الثوب اللي كيتجبد يعني ما كيهبطش معكم الارض، يعني ما كتجبدش لكم العباءه. هذا هو الجزء السفلي بعد ما سطرت بالمسطرة، غادي نقطع بهذا الشكل. ثم غنجي لهنا وندير واحد التقويرة هكا غير بيدي بلا عبار بلا والو. بالنسبة للبنات المبتدئات راه غادي نجيب لكم بعض المسطرات الخاصة بهاد التقويرة هذه. بامكانكم استعمال هذا النوع من المسطرات باش تصاوبوا هذيك التقويره، وهادو راه خاصين بالنسبه لهذا خاص بليمونش. الان عندي هاد البلاصه هذه في الثوب، غادي نقطعها بهذا الشكل. وغنكمل الى الاعلى وغادي نرجع معكم. هذا هو الثوب. الان غادي نفصل الجهه الاماميه عن الجهه الخلفيه باش نصاوبوا هذاك الديكور اللي غادي يكون هنايا في الامام. غادي نطويه ثم غادي نرجع معكم باش ناخذوا القياسات. غادي ناخذ ابتداء من هاد النقطه، غادي نحسب حتى نوصل ل 16 سنتيمتر بهذا الشكل. وهنايا غادي يكون عندي 31 سنتيمتر. طبعا نكونوا طاويين هذا الثوب جيدا. عندي 31، هذه هي. ثم غادي نسطر مستطيل من هاد النقطة لهاد النقطة وغنقطع. بعد التسطير غادي نقطع وغنجيبو الثوب الاخر باش تشوفوا القطعة اللي غنديروها في بلاصة هاد القطعة. الان غادي نقطع هاد القطعة اللي حددناها مع بعض، اللي العرض ديالها 16 سنتيم والطول ديالها 31 سنتيم. هذا هو الثوب، طويته على أربعة. الآن غادي ناخد القياسات،
عندي هنايا بهاد الجهة اللي تعتبر جهة علوية، غادي ناخد 17 ونص. هي 17، هادي 17 ونص. فأنا غادي نحددها بهذا الشكل. وعندي هنايا في الطول غادي ناخد 33، هذه هي 33، هي كذلك غادي نحددها 33. وهنا التحت غادي ناخد منه 10 ونصف، الفوق دينا 17 ونص، هنا غادي ناخد 10 ونص. هذه هي 10، هذه ونص، هي هذه 10 ونصف بهذا الشكل. وغادي نسطر هذا المستطيل ولا اش كيتسمى، وغادي نرجع معكم. هذه هي بعد ما حددتها. الان غادي نحددوا فتحه العنق. غادي ناخذوا من هذا ابتداء، من هذا النقطه لهذا النقطه انا سبق وحددتهم، غادي ناخذوا 8 ونصف. من هذه النقطة لهذه النقطة غادي ناخدو 8 ونصف بهذا الشكل، هكا 8 ونصف. ومن هذه النقطة لهذه النقطة غادي ناخدو 13، هذه هي 13. بإمكانكم تصوبوها يدويا بهذا الشكل، أو إلى عندكم بحال هذا المسطرة تستعملوها أأمن باش تحصلوا على شكل للعنق يكون مرتب. غير هذا الطباشير لانه ما كيبانش في هذا الثوب. الان غادي نبدا في التقطيع. بسم الله، هادو جوج ديال القطع غادي نلصقوهم ان شاء الله بالخياطه. بامكانكم كذلك تستعملوا واحد النوع ديال الثوب كيكون مزركش. بيتهم هادو ما كيتعتبروش يدين، فهادو مثلا معصم، لان هذاك الثوب كيوصل لينا حتى لهنا من الكتف، ثم كنكمل بهذا اللون الاخر. عندي من هنا لهنا عندي 20 سنتيمتر، وعندي من هذه النقطه الى هذه النقطه 11 سنتيم. ياكم غادي نجيب مسطره بهذا الشكل وغنوصل بين هذه النقطتين باش يسهل عليا انني نقطع هذا المعصم او هذا اليد. وبالنسبة لطول اليد او المعصم فهو 39 سنتيمتر. طبعا ضفت 2 سنتيم ديال الخياطة من هذا الجانب وهذا الجانب، فهذا هو القياس. شوفوه معايا، هو 39. ثم الان غادي نقطع. طبعا الثوب انا طويته على 4. بامكانكم تصوبوا هذه العبايه بلون واحد من اول قطعه غادي نبداو بها في الخياطه، هي هذا الجزء او هذا القطعه اللي غتكون بالصدر. فغادي ناخذ الوجه ديال الثوب بهذا الشكل، ونفس الشيء الوجه الاخر، يعني الوجه ديال الثوب غيشوف هذا الوجه ديال الثوب، والجزء اللي كيكون في الخلف فهو اللي غيكون الان هنايا على برا. ثم غادي نخيط هذا الجزء ديال العنق، نحاول نقدوها مزيان باش تخرج لينا البياسه ديالنا نظيفه هنايا بهذا الشكل. ثم غادي نقلب هاد القطعه، فخليكم معايا. ضروري هذا الجزء اللي كيكون هنايا الفوق نديرو لاريتمون باش يشد لينا الثوب مزيان، ما يتقطعش بسهوله. يعني انا غادي نخيط معكم شويه بشويه. من الاحسن ان هذا الثوب تعطوه للماكينه باش يتجرو لعندكم، لانه اصلا الثوب كيتجبد. الان غادي نقلب هذا الجزء بهذا الشكل هكا. هذا الشكل
اذا حابين انكم تدوزوا هنايا الخياطه، الا ما بغيتوش فبامكانكم تكتفيو فقط بالمصلوح. الان غادي نمرر الخياطه كذلك بهذا الجانب وغندور على هذا الجزء كله، ثم غادي نرجع معكم باش نركبوه في الجهه الاماميه للعبايه. هذا هو الجزء الامامي من العبايه، هذا هو المستطيل اللي قطعناه مع بعض. غادي نركزوا يعني على الجهه الاماميه للثوب، عندكم تقلبوا الثوب وغادي نجيب هذه القطعه، هذه غادي نحطها بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا الان، وغادي نمرر الخياطه ديالي بهذا الشكل هكا. غيكون عندي هنايا شويه ديال التكماش غادي يعطي جماليه لهاد العبايه او هاد الاستال. الثوب اللي لتحت كما قلت لكم نحاولوا نعطيوه الماكينه ما نجروش، هذا اللي الفوق هو اللي غنجرو. عندي هنايا قطعتين من الثوب بهذا الشكل على الشكل ديال الحزام باش يشدوا لي هذاك الجزء، فبامكانكم تستغنيو عليهم لكن انا غادي نديرهم هنايا، كنحطوهم تحت الثوب صافي، وكنبداو كنخيطوا. ما كنخليش بزاف في الثوب لان اصلا هذا الثوب راه ما كيتنسلش، لهذا ما كنخليش فيه سنتيم. بالنسبه للاثواب الاخرى كنخلي سنتيم ولكن هذا ما كنخليش. وبالنسبة للجهة الأخرى نفس الشيء، غادي نخيطها بنفس الطريقة. بعد ما كملت هاد الجهة الأمامية عندي هاد الأطراف ديال هاد الجهة الأمامية، غادي نجيب أشرطة من الثوب. عندي هنايا أنا فائض في الثوب، خديت أشرطة من الثوب وغادي ندورهم على كل هاد الجهة الأمامية بهذا الشكل. غادي ناخد هاد الجزء غادي نتنيه هكا بهذا الشكل، ثم غادي نحط الثوب وغنتني مرة أخرى بهذا الشكل، ثم غادي ندوز الخياطة على كل هاد الأطراف، كل هاد الجزء الأمامي. غادي نبدأ معكم الخياطة من هنا، غادي نكمل ان شاء الله وغادي نرجع معكم بلا ما نعطلكم. راه وريتكم الطريقه، غادي نتنيوه بهذا الشكل، ما تحتاجوا لا سرجي لا والو، بهذا الطريقه. الان بعد ما كملت هذا الشريط انا حطيت هنايا الجهه الاماميه كما كتشوفوها معايا، وغادي نحط عليها الجهه الخلفيه بهذا الشكل. انا عندي هنايا قطعه من الثوب هنايا عند العنق ولكن مازال ما ثبتهاش، ثبتها فقط في جهه واحده. غادي نخيط بهذا الشكل لان الجهه الخلفيه راه انا ما غاديش ندير لها هذا الشريط،
غادي نستغل لنفس الشريط. اول حاجه المهم غادي نديروها هي اننا غادي نخيطوا هاد الجهه ديال الكتفين، ثم غادي نخيط حتى لهنا، غادي نخيط من هاد النقطه حتى لهادي، ثم غادي نجي من نفس النقطه في الجهه الاخرى حتى لهاد النقطه الاخرى، وغتشوفوا معايا الطريقه باش غادي نركب اليدين. الان غادي نركب اليدين هادو هما، بهذه الطريقه غادي نقلب الثوب. عندكم خيارين، يا اما يكون الثوب على الوجه ديالو بهذا الشكل وغادي تحطوا اليدين بهذا الشكل، طبعا غادي هاد البلاصه هادي غادي تحددوها ديال الوسط وغادي تخيطوهم هكا، غادي يجيو هكا بهذا الشكل، او انكم تخيطوهم بالطريقه باش غادي نخيط انا، فانا غادي نخيطهم بهذه الطريقه، بهذه الطريقه غادي نخيطهم من الداخل هكا بهذه الطريقه هكا بهذا الشكل هذا، غادي نحدد هاد المنطقه اللي في الوسط ثم غادي نخيطهم وغادي نرجع معكم ان شاء الله. بعد ما ركبت اليدين بهاد الطريقة، الآن غادي نحط هاد الإسوارة، غادي نخيطها عفوا، هاد الإسوارة غادي نخيطها بهاد الشكل باش تعطيني جمالية لليد هكا، غادي نخيطها بهاد الشكل، غادي ندوز الخياطة وغادي يكون الشكل ديالها هكا، هذا غادي يكون الشكل النهائي. وطبعا لكن حرية الاختيار انكم تدوزوا عليها الخياطة من هنا او تخليوها كما هي، غادي نخيطها ثم غادي نرجع معكم. هذه هي الاسوارة بعد ما خيطتها، دوزت عليها الخياطة من هنا باش يكون الشكل ديالها جميل. الان غادي نثني اليدين بهذا الشكل، طبعا هذه هي الجهة الداخلية، ثم غادي نخيط من هنا من هاد النقطة إلى آخر نقطة لتحت ديال العباية، وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي. بالنسبة لهذا الثوب أنا ما غاديش نتنيه، بالنسبة للثوب اللي كيتنسل فمن الأحسن أنكم تنيو هكا بهذا الشكل، أو ديروا للسورجي، أنا هذا ما درت له للسورجي وما تنيتوش لأنه أصلا ما كيتنسل،